مباراة برشلونة وإبار لم تكن لتمر دون أن تبعث من خلالها جماهير الكامب نو برسالة تضامن وعرفان للأسطورة الهولندية يوهان كرويف، والرجل يعاني محنة المرض، هو الجزء الإنساني في كرة القدم. خير وسيلة للدفاع الهجوم، مقولة طبقها إبار بالحرف ليفاجئ برشلونة بالهدف الأول عن طريق بورخا باستون دقائق فقط على البداية. ميسي بدا حزينا وهو يتابع ما يحدث لفريقه. برشلونة لم يتقبل الأمر أمام جماهيره وكلف قناصة سواريز برد الصاع صاعين. كلام كثير قيل حول هفوات الدفاع الكتالوني، وفي كل مباراة يتأكد أن الدفاع أحد النقاط السوداء للفريق. خلال الشوط الثاني لم يترك برشلونة الفرصة لضيوفه لتكرار سيناريو الشوط الأول، وأجهز عليهم بالهدف الثاني، وسواريز كالعادة صاحب مهمة التنفيذ. بعدها تلقى برشلونة ضربة موجعة بخروج لاعب ماتشيرانو بعد تلقيه البطاقة الحمراء. نقص لم يؤثر كثيرا بعد أن تمكن سواريز من توقيع الهاتريك ليضع فريقه في الصدارة مع غريمه الريال.